العربي الشعوبي راه اجمد في اللحن المعاصر و مسير ديال التعاوني ديال البلاشوه والسياحه الايكولوجيه. حنا دابا كنتواجدوا في المنطقه ديال البلاشوه في المقر ديال التعاونيه، وهذه المنطقه اللي هي اصبحت منطقه سياحيه من بعد ما كانت قبل ما نبداو في 2009 هنا المنطقه كانت قاحله، ما كان لا ما لا ضوء ولا عائلات ما كانوش خدامين، كانت بزاف ديال البطاله بزاف ديال المشاكل. حنا جينا بواسطه الجمعيه ومن بعد بواسطه ديال التعاونيات، سواء التعاونيه ديالنا السياحيه ولا التعاونيه النسويه اللي قادينا من بعد، اللي كتهتم بالمنتوجات المحليه، كسكس، قطاني، زبده، العسل، الدجاج البلدي، الخبز ديال الدار، كل ما هو برودوي تيغوار، برودوي بلدي، كتخدم عليه التعاونيه. والحمد لله اننا بدينا مرحله بمرحله حتى اننا حصلنا تقريبا على جميع الحاجيات، ولا عندنا الماء ولا عندنا الضوء، ولاو العيالات خدامين، ولاو الدراري مابقاوش يقاطعوا المدرسه ولا تيقراو ولا نقل مدرسي، يعني ولات واحد مجموعه من الاهداف اللي خدمنا عليها تحققات. حاليا في هاد لابيريود هادي تنعيشو واحد لابيريود استثنائيه اللي هي لابيريود ديال كورونا، بزاف ديال التعاونيات ما تيقدوش يبيعوا المنتوجات ديالهم، بزاف ديال التعاونيات سدوا. حنا التعاونيه ديالنا بقات خدامه، بقينا كنليفريو وتنديرو ليفريزو ادومينسيل حتى للرباط، سلا، كازا الى اخره. وهاد الفكره هادي اللي خدمنا بها التعاونيه ديالنا فكرنا بحكم اننا اعضاء في الشبكه اننا نخدموا مع التعاونيات كاملين ديال الشبكه، كيفاش اننا نقدو نوصلوا المنتوجات ديالهم حتى هما حتى للمستهلك، لان المستهلك ما بقاش دابا عنده الوقت ولا تيخاف انه يخرج في ظل هذه الجائحه ديال كورونا وبزاف ديال الحصار وبزاف ديال الحظر اللي كاين دابا، تيصعب انه يخرج ياخذ المنتوج من عند المنتج ولا خصو ان المنتوج يوصل حتى لعندو. وهنا جات فكره ديال بوتيك موبيل باش نبيعوا لي برودوي تيغوار، ماشي غير ديال التعاون ديال نساء باش، ولكن ديال كلشي ديال الشبكه، وحنا محتاجينه بزاف لانه هو تنشوفوا هو الوسيله الوحيده اللي غنقدو نوصلوا فيها واحد عدد كبير ديال المنتوجات للمستهلك. اننا حنايا ما كافينش اننا نوصلوا واحد عدد كبير صراحه دابا، ولكن خاصنا هذا البوتيك هذا اللي غادي نوصلوا فيه، نمشيو ليه للدول الكبيره، نمشيو للمحلات فين تيكون الكليان، فين ما كان الكليان غنمشيو عندو، فين ما كان شي معرض ولا شي حاجه نوصلوا ليه. بمعنى انه واحد هو واحد البوتيك موبيل، بمعنى انه متنقل، هو تيبحث على الكليان ماشي الكليان اللي تيقلب عليه، هو العكس ديال البوتيك عادي اللي تيجي الناس وخاص الكليان ويعرفوك ويقدو يجو ويقدو ما يجوش، وكتكون منافسه من هذا كل حدا كذا، هو تيتنقل على الكليان راسو، والكليان تيكون عنده ساهل باش انه ياخذ من عندك هذا المنتوج. لهذا تيبان لنا حنا هذا المشروع هذا اللي خدمنا عليه من هذا المنطلق، خدمنا عليه من خلال المشاكل اللي جات في هذا البيريود ديال كورونا، واعتبرنا بان المستقبل كامل غيحتاج لبحال هاد البيع هذا عن بعد، يحتاج بحال هاد الطريقة ديال البيع، يحتاج هاد الطريقة الجديدة هادي باش نوصلو المنتوج ديالنا لأكبر عدد من المستهلكين. احنا كيما قلت لكم بعدد ديال التعاونيات اللي في الشبكة اللي هما بعاد على النقاط ديال البيع وبعاد على المستهلك، وعندهم منتوجات زوينة وعندهم منتوجات اللي تستاهل انها تستهلك. وشكرا لكم.